الدرس الرابع. الطعام لذيذ. الحوار الثاني. في المطعم. Mr. Ilias, a food lover, was excited about the new restaurant opening in town. He went there to try out their menu and was greeted with a warm welcome from the waitress. Let's listen to their conversation. مرحبا. مرحبا. طعام لذيذ. تعال. محلي وسفري. هل تريد تناول الطعام هنا؟ نعم، أريد وجبة عربية. هذه قائمة الطعام. تفضل. يا سلام، الأطعمة كثيرة. ماذا تأكل؟ وماذا تشرب؟ آكل رز مندي الدجاج وأشرب عصير البرتقال. كيف الطعام؟ الحمد لله، الطعام شهي جدا. بكم الحساب؟ المجموع بخمسة وثلاثين رنجيتا.